اسمي مازن محمد سلامه وانا مستند اهليه جريد 12 داخل جريد 12 وانا هنا ريبريزنتيف للتيم بتاعي سبي جي اس مستند اهليه برضو اختصار سبيس جرين انرجي سورس. هو زي ما التايتل بتاعه بيدل هو عباره عن سبيس جرين انرجي سورس يعني هو مصدر بديل للطاقه في الفضاء تمام. هو البروجكت اصلا عباره عن اي او تي اوتوميتد جرين هاوس تمام. الجرين هاوس دي بنزرع فيها وبتبقى هدفها حاجتين، اول حاجه كروبنج اللي هو اجريكالتشرال اوتبوت، ويبقى في كمان باور الترناتيف سورس كاوتبوت لينا كمان تمام. وده اللي بيميز البروجكت اللي هو باور سورس وفي نفس الوقت بيستخدم البلانت كاجريكالتشرال اوتبوت يعني. بيبقى الهدف منه اللي احنا نزرع في الفضاء، هو في اوريدي زراعه في الفضاء قبل كده وجربوا نباتات معينه وفي اي او تي اوتوماتيك كابينز هناك، بس احنا البروجكت بتاعنا عايزين احنا نستفيد من المساحه المزروعه في توليد كهرباء وتبقى باور سورس ثانوي للاي اس اس يعني بجانب الباتريز او كده. انا دخلت اي او تي تشالنج لاني بصراحه ما عنديش اي باك جراوند عن الاي او تي، فكنت حابب ان انا اي مسابقه تشجعني وانا التيم بتاعي يبقى فيه ناس في الاي او تي وكده، وان انا اتعامل مع ناس فيها ليها اي في الاي او تي، والهدف بتاعنا اي او تي فيبقى ده ينمي السكيلز بتاعت الاي او تي عندي. يعني انا كطالب ساينس وكده مجالاتي كلها بايو كيمستري او فيزيكس او الحاجات دي، فكان الاي او تي كنت عايز انا ابقى انريتش فيه يعني. فدخلت التشالنج عشان اثبت نفسي وعشان برضو اتعلم اطبق يعني ادمج ما بين الساينس والبيولوجي والفيزيكس وبين حاجه زي الاي او تي يعني. هو بدايه يعني عرفني حاجات كتير عن البيسكس بتاعه الاي اي والاي او تي والحاجات ديت يعني. كمان اكتر حاجه فادتني اللي هو عرفني الكونكشن اللي انا ممكن اعمله بين المجالات اللي انا بحبها زي البيولوجي والبايوكيمستري والحاجات ديت وما بين الاي او تي، ازاي ان انا ادمج البرانشين مع بعض في حاجه واحده يعني. فدي اكتر حاجه اتعلمتها. الايديشن كام هو ده كان جميل جدا بالنسبه لي يعني، دي اكتر كانت حاجه متعه اللي هو يربط الفن مع الايديوكيشن. وكانت الفيديوهات مش بس الستريتيف اللي هي بتشرح فكره معينه بطريقه اللي هي بزنس موديل او بزنس وورلد بالطريقه دي، لا كان في فان كتير وكان في فيديوهات مستقطعه من مناطق من كذا فيديو من على يوتيوب بيوضح الفكره، وكانت الماتيريال ذات نفسها فان اكتر ما هي ايديوكيشنال يعني. فتعلمت منها ولسه لحد دلوقتي الماتيريالز فاضله في دماغي يعني ما نسيتهاش او كده، كانت جميله جدا يعني بصراحه. تمام. الهاكاثون اللي هو اللي اتعمل اخيرا يعني تمام بعد الايديشن كام وكده، كان في منتورشيب، دي برضه حاجه حابب اتكلم عنها يعني. في المنتورشيب تقريبا كان الباشمهندس اللي كان خد معانا وقت للتيم عشان ندسكس الايديا ونشوف السكسشنز بتاعته كده، كانت يعني خطوه مهمه جدا في البروجكت لانه هو عدل لنا الماركت اوبوننت او الماركت المنافس اللي في السوق بتاع البروجكت بتاعنا. احنا كبروجكت عايز يزرع في الفضاء ويستخدم الزراعه في توليد كهرباء، هيبقى اول منافس لينا هناك الباتريز تمام، لان طبعا احنا كنا مستخدمين السولار سيلز كمنافس. فهو لا وضح لنا لا في فرق كبير بين الباور سورس اللي بيطلعها البروجكت بتاعك وبين السولار سيلز. السولار سيلز كميه كبيره من الباور تمام ومساحه معقوله، فانت اللي احسن انت تشوف حاجه تكون كومباربل، لما تركز على الماركت تركز على حاجه تكون كومباربل ليك. فده وجهنا اللي احنا نشوف حاجه ثانيه وهي الباتريز الفيول سيل باتريز، ودي برده مستخدمه في الاي اس اس. فساعتها غيرنا الماركت كومبوننت بتاعنا من السولار سيل للفيول سيل، ده ساعدنا جدا ان احنا نبدا على البروجكت فعلا لان الباور بتاعنا كان كومباربل ليه جدا وده شجعنا. فنقطه تغيير الماركت اوفر فيو بتاعنا كانت كويسه جدا يعني.